بالإعلام بالأمن الوطني مدير العام للأمن الوطني حضرة الفاضل المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، حضرات السادة الأفاضل أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى الشيخ مشنان الشيخ أبو عبد السلام الشيخ يحيى صاري، حضرات السادة الأفاضل ممثلي الكشافة الإسلامية، السادة إطارات الوزارة، مشايخي وأساتذتي وأئمة المساجد، أخواتي المرشدات الدينيات والقائمين على الشأن الديني في بيوت الله سبحانه وتعالى بمديرية بالجزائر العاصمة التي أحيي من خلالها المديرية والقائمين عليها السيد المدير ومدير هذه المدرسة الوطنية لتكوين الأئمة لتوفير هذه الفرصة المباركة في شهر رمضان، السادة أسرة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن سعداء بهذا اللقاء، اللقاء التحسيسي لرفع منسوب الوعي، ولكننا أيضاً يتملكنا حزن شديد وأسى كبير بعد استعراض الأرقام اليومية هو كثرة القتل، القتل بأسباب كثيرة في العالم، ولكن نحن سنتحدث عن هرج ومرج يحدث في طرقاتنا وساحاتنا وباحاتنا، مصائب تحل قريباً من دارنا كما قال الحق سبحانه وتعالى. نحن سعداء باللقاء، ولكننا بين قوسين تعساء بما يحدث في الأنفس من تفريط. كان ينبغي أن نكون على حذر، فإن الحديث الذي يقول لا يزال في دين المرء فسحة ما لم يصب دما، وقد يصيب الإنسان الدم بحادثة أو كارثة يحدثها في طرقات الناس اليوم. هي فرصة سانحة من دون شك أن نعبئ أكثر أئمتنا المشكورون ابتداء على ما يقومون به من إشعاع لرسالة المسجد، بل لفتح مؤسسة المسجد لكل الشركاء سواء كان في الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو الحماية المدنية أو أي شريك أو أي هيئة أو أي مؤسسة يمكن أن تضيف لجموع المصلين وعياً يتعلق بصحتهم كما حدث في جائحة كورونا مع إخواننا الأطباء، فأصبحت مساجدنا ومنابرنا قبلة يغشاها هؤلاء الأطباء الكبار البروفيسورات الذين يعز وجودهم في كثير من العالم العربي والإسلامي، ولكنهم يأتون إلى مساجدنا لعلمهم بأن المسجد فيه شريحة كبيرة من الناس يتردد عليه كثير من الناس، من خلال توجيه رسالة واحدة يمكن أن تنتشر وأن تعم فائدتها في وسط عريض من جماهير المؤمنين، وهو الأمر ذاته الذي نتحدث عنه اليوم في هذا اللقاء الذي شعاره رمضان كريم من دون حادث أليم. كيف يمكن، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع رمضان السابق ورمضان اللي قبله وكل رمضان، ولكن مع الأسف الشديد الأرقام يعني مخيفة، الأرقام مخيفة. هذا الثلاثي الأول من السنة، وأترك المختصين يتحدثون بالأرقام، والأرقام مفزعة. عندما يجلس الإنسان على مائدة الإفطار ثم يأتي خبر في الشاشة يحدثه عن حادث أليم مثل ما حدث قريباً، ثلاثة قتلى في حادث مرور أليم، يتصور الإنسان كيف تستقبل الأسرة الصائمة خبر مقتل عائلها أو مقتل وليد لها أو مقتل أم البيت، أم يعني
أظن أن هذا الشعور الأخوي، لأننا تعلمنا من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا لا نبلغ كمالات الإيمان إذا لم نشعر بما يشعر به الآخرون. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أحب أن أجتمع، وشهر رمضان هو شهر الاجتماع، مع أسرتي على مائدة واحدة، ولكن تخيل معي جارك الذي فقد أحد أفراد أسرته بسبب تهور، بسبب حادث، بسبب لا مسؤولية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية مرتبة، قد يكون، والنسبة يتحدث عنها زملائي، وأكثرهم اشتغلت معه في وسائل الإعلام في ندوات كثيرة، وحتى الأخت كريمة ممثلة المندوبية أيضا، وكثير من إخواني الأئمة الذين يشنفون أسماعنا ويشرفوننا في وسائل الإعلام بالحديث الديني، بالدروس وبالخطب، وكذلك في مساجدهم. هذا العمل الذي نقوم به لا شك أنه يجعلك تفكر في جارك الذي فقد هذا الفرد من الأسرة بسبب تفريطه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رمضان جاء لتهذيب النفوس، ويفترض أن تذهب رعونتي في شهر رمضان، أن يذهب وينقص تهوري في شهر رمضان، أن ينقص عدم شعوري بالمسؤولية في شهر رمضان، ولكن تتضاعف مسؤوليتي، يتضاعف وعي، يتضاعف إدراكي، لأنني صائم ولا أريد أن ألحق الأذى بأي من الخلق، لأنني أتشبه بالملائكة، والملائكة لا تؤذي أحدا، لا برائحتها ولا بسوء حديثها ولا بفظاظة سلوكها ولا بأي شيء. فما بالك إذا كان الإنسان يعني يحدث خللا في المجتمع بهذه الكوارث التي تحدث كل يوم، أرواح تحصل. وكنت مرة في أيام كوفيد، أظن في هذا اللقاء مع سادة الأئمة أو غيرهم، قلت: لو استقبلنا قدرنا فوقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى حين يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويسألنا الله تعالى: ماذا فعلتم في فترة كوفيد؟ إحنا الأئمة كنا غالقين المساجد في فترة يعني الذروة التي نسأل الله تعالى ألا يعيدها علينا وألا يبتلينا ويرفع البلاء على هذه البشرية. لو سألنا: ماذا فعلتم؟ احنا قلنا: لو نأتي الله سبحانه وتعالى نقوله: يا رب لقد أنقذنا أنفسا من الموت. احنا هذا واش قدرنا نديره؟ أنقذنا أنفسا من الموت. وكلنا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. احنا نقرأه في الفقه، وكلكم أئمة. هل يتم الإمام أو المصلي صلاته وهو يشاهد شخصا يوشك أن يقع في بئر أعمى؟ وجب عليه أن ينقذه ويترك الصلاة، وجب عليه أن يقتل العقرب ويترك الصلاة. هذه كلها على واش؟ نحن نحمي أبداننا باسم ديننا، يعني بالفتوى. شيوخ موجودين وما أعلم مني، وكلكم الحمد لله يعني من رسول الله مغترف، يعرف ما له وما عليه. ولكن أحببت أن أقول لإخواني بأن الشيء الذي نقوم به في عمل مثل هذا لازم يعني يمسنا في القلب، مش فقط ممكن يعني واجب طلبه منه السيد المدير أو يحضر مفتش ربما يقول بأنه لم يقل، لا، بالحق هذا الشيء نقوم به تلقائيا. ولكن عندما نجد أنه في أسرنا دموع نساء ثكالى وأرامل ويتامى، أطفال صغار يبكون والدهم الذي فقدوه بسبب تهور قبيل الإفطار، هذا الإنسان المسلم الذي يصوم طول اليوم يقرأ القرآن ويصوم عن الكلام الفاحش ويصوم عن الكلام البذيء ويصوم عن التصرف الغير لائق، هذا الشيء الإنسان المؤمن الذي تدرب على صلاة التراويح فأمره القرآن بالخلق الكريم وأمره القرآن بحسن الجوار وأمره القرآن بوصايا كثيرة يتعلمها في الليل
ويعلمه القرآن الكريم، يشحذان همته كي يكون على أوفق ما يكون عليه المؤمن، ولكن يعني بين قوسين تغلب نفسه في الدقائق الأخيرة، وهو بإمكانه أن يكسر الصيام كما يقولوا إحنا عدنا، يكسر الصيام داخل سيارته وقد أفطر أصاب السنة، وليس هناك شيء يعني في الحقيقة يستعجله إلى أن يصل إلى أهله. وإحنا شاعت عدنا الكلمة الشهيرة اللي يقولوها كثير من الناس، يقولك ساعة رطار ولا دبات في سبيطار، مع الأسف الشديد. وما وراء المشكل عندما يتأخر الإنسان عن مكانه عن عادته، ولكن يصل سالما خير من أن لا يصل، كما يقولوا خوتنا في الحصة تاع الصباحيات في حوادث المرور، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. هذه الأشياء التي تكون محل تدريس ووعظ وإرشاد من إخواني الأئمة لا شك أنها تؤتي أكلها، خاصة بالاستعانة مع الخبراء، الاستعانة بهذه الفيديوهات بهذه الأرقام، إحنا نقدر نستعين بها بهذا التوزيع المطويات التي تعدها المندوبية الوطنية، باستعمال كثير من وسائل الدعائم التربوية البيداغوجية، سواء كان في مدارسنا القرآنية عند النساء، في أماكن الصلاة الخاصة بهن، في التعليم القرآني، في تعليم الكبار محو الأمية، في المراكز الثقافية الإسلامية عندما نكون نقدم دروس الدعم للأطفال للتلاميذ، يعني نشارك المجتمع في هذا الهم الذي يرهق الأمة بفقدان أرواح بشرية وإزهاق أرواح بشرية يعني رخيصة مع الأسف الشديد، رغم أن ربي أغلاها وأعلى شأنها، والإنسان بنيان الله، لعن الله من هدمه، ربي سبحانه عز وجل خلق الإنسان فكرمه فأحسن. ثم هناك إرهاق آخر اللي هو الإرهاق الاقتصادي والكلفة التي تحدث بعد حوادث المرور، من ترميم بعض الأجساد، من إعادة تأهيل بعض العظام المكسرة. هناك عمل أكبر اللي هو العامل والجانب النفسي لليوم الناس الذين فقدوا والدا أو فقدوا ابنا أو بنتا بسبب حادث تاع مرور، لليوم الأسرة ما زالت مجروحة، الأسرة ما زالت، ولا تنسى هذا، كل ما تشوف يعني سيارة، كل ما تمر على هذاك المكان الذي حدث فيه يعني هذه النقطة السوداء التي حدثت فيها هذه المصيبة، تجد الإنسان يعني يستحضر أسا لا تطفئ جمرته مياه البحر كلها، لأنها متقدة لا يكاد ينساها الإنسان، رغم أنه مر عليها دهر كبير. كثير من الناس أصيبوا بعاهات، كثير من الناس أصيبوا بتشوهات، كثير من الناس حدث لهم ما حدث بسبب هذه الحوادث. الحوادث لها أسبابها سيذكرها المختصون، سواء كانت المركبة، سواء كانت الطريق، سواء كانت يعني أشياء من هذا، سواء كان العامل البشري خاصة الشباب كما تفضل السيد المدير المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، عنصر الشباب يحتاج إلى توعية، لأن الإنسان لما يكون يسوق في السيارة كأنه يسوق في الفضاء، يشعر بنشوة عظيمة ولا يشعر أبدا بأنه قد يكون ضحية أو قد يتسبب في كارثة من الكوارث. حول هذه إذن هذه المشاعر التي أقاسمكم ونتقاسمها جميعا، نريد إن شاء الله أن تقضي هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان ليس فيها جراحات وليس فيها أسى وليس فيها آلام، خاصة ونحن في العشر المغفرة ثم عشر العتق من النار، يقرب منا عيد الفطر، تكثر حركة في طرقاتنا، تكثر الأصفار، تكثر، ينبغي أن نتجند جميعا. وأذكر في هذا المقام أخانا سي عزوني عليه رحمة الله، سي عزوني لما كنت ندير حديث الصباح هو كان بعد يدير فقرة الحوادث المرور، نعم، السلامة المرورية، نعم.